طبعا لازم عندنا ريد all about it، اقرا كل شيء عنه. خلينا نشوف. Look at the page from Iraqi morning news. هاي العراق، انظر الى هاي الصفحه في هاي اخبار الصباح العراقيه. Which item is most interesting for you؟ اي يعني ماده تكون اكثر يعني اكثر متعه او يعني اهتمام انت تهتم بها بالنسبه لك. هاي Iraqi morning، هاي طبعا Iraqi morning news، اخبار الصباح العراقيه. نشوفها هذه in the Park Lane Hotel لندن، هذا الفندق لين بارك. اوكي زين، هنا يقول لي هنا ذا ايراكي مينستر، نشوفها نعطيها زوم شويه. هنا يقول لي ذا ايراكي مينستر اوف اديوكيشن، وزير التربيه العراقي، arrived in London yesterday، وصل لندن البارحه for the international education conference، وصل لي يعني الهدف هاي الفور هنا يعني تجي سببيه لشنو؟ انترناشونال education conference، المؤتمر التعليم، مؤتمر التعليم الدولي، which will take place، والذي سوف يحدث، هنا take place يحدث، at the Park Lane Hotel today، اللي هذا الفندق اسم الفندق اليوم راح يحدث يعني يعقد. The focus of the meetings is to discuss educational development programs between countries. الهدف التركيز على الاجتماعات هو لمناقشة برامج التطوير، برامج التطوير التعليمية بين البلدين. The minister will suggest الوزير شوية نعطيها من بعد زوم أفضل. The minister will suggest opening English schools in Iraq to develop English language learning. الوزير سوف يعني يقترح فتح مدارس إنجليزية في العراق، هنا ما واضحة، in Iraq، في العراق، to develop English language learning، لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية. The British Minister of Education welcomed the Iraqi minister at the airport before escorting him to the conference venue. هنا عندنا شنو؟ هنا يقول لي الوزير البريطاني، وزير التعليم البريطاني، ويلكمد، ورحب بالوزير العراقي at the airport، في المطار. اوكي الوزير التربية البريطاني رحب بالوزير العراقي في المطار before escorting him، قبل مرافقته، escorting مرافقته to the conference venue، قبل مرافقته إلى مكان المؤتمر. venue هاي القاعة أو مكان، يعني مكان عقاد المؤتمر. زين هنا ايش عندنا؟ عندنا هنا سيدارز Lebanese restaurant. هنا سيدارز، لو شوف سيدار اسم بس هو سيدار الأرز، هنا ليش Lebanese restaurant، مطعم لبناني، السيدار هو الأرز، لبنان مشهورة بالأرز، فيحطون مثلا اسم المطعم سيدارز. زين the best in the world، الأفضل في العالم، lunch، هاي lunch الغداء ب 10,000 دينار عراقي، العشاء ب 12,000، open 7 days a week، مفتوح 7 ايام بالاسبوع، وهذه شارع يافا، وهذا التليفون. زين هنا ايش عندي؟ حسان اند سان، حسان مو حسن، حسان، لو كان اس واحد، اقول حسن، سلين دبل حسان. اوكي لانه هذا الحرفين في اللغه الانجليزيه، بالنسبه للاسماء الحرفين باللغه الانجليزيه، هذا مصمم هاي الشارع، الحرفين تعني مشدد، فحسان مشدد، هنا لازم شلون عندنا صلاح الدين محمد مثلا وهكذا صلى الله عليه واله. زين المهم حسان انسان، حسان وابنه يعني كاربتس، هاي شلون نقول كاربتس، هذه الزوالي الكاربتس، بين هي الكاربتسات مال حسان، يعني حسان خلينا نقول حسن وابنه، حسان وابنه للسجاد للكاربت هيك. helpful and friendly service، خدمة طيبة، خدمة تعاونية وودودة. thousands of carpets in the shop،
آلاف أنواع سجاد في المحل، ساتردي لثرزداي، من السبت لحد الخميس، من 9 الصبح للخمسة العصر. المنصور مول، مول المنصور. زين، كلاسيك تيبلز، هاي طبلات يعني كلاسيك، يعني شلون نقول يعني كلاسيك، يعني اند تشيرز اند بيست. هنا عندنا واضحة ذا فرنتشر شوب، هنا الكراسي و يعني الأسرة، هنا المحلات الفرنتشر، محل أثاث open every day، مفتوح من كل يوم من الساعة 9، شو الساعة هنا ما واضحة، و late night Thursday، العفو Tuesday، إلى الوقت المتأخر من الليل بيوم الثلاثاء من 9، شو في وين؟ مول المنصور. زين نكمل. مينستر ات اوبننج سيرموني، هنا عندنا وزير في مراسيم افتتاح. خلينا نشوف هنا، يقول ذا سبورتس مينستر، وزير الرياضه، وزير الرياضه اوبن ذا نيو سبورت سيتي ان باصره يسترداي، فتح مدينه رياضيه جديده في البصره البارحه. ذا نيو سيتي كوست 1 بليون عراقي دينارز، المدينه الجديده كلفت مليار دينار عراقي، and it took 3 years to build، ويعني تستغرق 3 سنوات لبنائها. Many people were waiting when the minister arrived at 10 a.m. كثير من الناس كانوا ينتظرون عندما الوزير وصل في الساعة 10 صباحا. He spoke to the youth and community representatives before opening the sport city at 11 a.m. يقول هو تحدث للشباب، وهنا ممثلين المجتمع، ممثلين يعني الوجهاء في المجتمع، before opening، قبل أن يفتتح المدينة الساعة 11. زين، boy saves child، ولد أنقذ طفلا. خلينا نشوف، يقول a boy from the UK، ولد من المملكة المتحدة بريطانيا، was a hero yesterday، كان بطلا البارحة، when he saved a child from dangerous animal، عندما أنقذ طفلا من حيوان خطر. The child's mother إسراء البياتي، أم الطفل إسراء البياتي عمرها 26، told our reporter، أخبرت مراسلنا الصحفي، قالت I was going to the shops with my daughter، أنا كنت ذاهبة إلى المحلات مع ابنتي. بنتها بقى، خلينا نشوف لحظة بنتها شو اسمها، سلمى. زين she is just 5 years old، هي فقط مجرد عمرها 5 سنوات. We were walking across the park، كنا يعني نتمشى عبر البارك متنزه، and سلمى was playing with the ball، وكانت سلمى تلعب بالكرة. Suddenly فجأة a black dog، كلب اسود، ran up to us، ركض نحونا، يعني قفز اجى نحونا. It seems very angry، كان يبدو غاضبا جدا. And it it شنو هنا ما واضحه، بس اتشيك. الكلمة هنا it barked يعني نبحة barked، شو واضح barked، سلمى نبحة على سلمى. Then it jumped on her، ثم قفز عليها، and knocked her down، وطرحها أرضا. هذا الكلب it was horrible، كان يعني فظيع، المشهد فظيع. A boy was playing football nearby، ولد كان يلعب كرة القدم nearby قريبا. He kicked the ball at the dog، هو ضرب الكرة نحو الكلب. The ball hit the dog hard، الكرة ضربت الكلب بقوة. And it ran away، وهو هاي التعود على الكلب، وهو هرب.
ذا بوي واز جون سميث، الولد كان يعني كان يعني اسمه جون سميث، 13 سنة، 13 years old. هو از ان العراق، كان في العراق فور وان يير، لمدة سنة واحدة، وذ هيز فاميلي، مقيم بالعراق لمدة سنة واحدة مع عائلته. جون سيد afterwards، جون قال بعد ذلك: I am not a hero، أنا لست بطلا. I saw the little girl was in trouble، أنا رأيت البنت الصغيرة في مشكلة. So I kicked the ball at the dog، لذلك أنا رفست أو ضربت الكرة باتجاه الكلب. It was a lucky shot، كانت تسديدة محظوظة. Shot تسديدة، تصويبة محظوظة. John plays in the football team at Baghdad International School. John يلعب في فريق كرة القدم في يعني هاي المدرسة الدولية، مدرسة بغداد، مدرسة بغداد الدولية. زين، ناش عندنا جد هذه الأرقام في المقالات and the advertisement والإعلانات. What does each number refer to؟ ماذا يعني كل رقم؟ هسه هذه 7 7، ايش تعني هذه 7 هنا؟ تدورها 7 و13 و17 و1 بليون و26 و3 و5 و10. زين، طلع هاي ال1 بليون، هاي انا اشوفها بدون حل، ما اشوف الحلول. 1 بليون هاي ترجع على التكلفه، 1 بليون هذه التكلفه مال المدينه بمليار، 1 مليار. زين، 26 ترجع عليه، من ترجع على هاي 26 اسراء البياتي عمر الام. زين، ايش عندنا بعد؟ زين، ايش عندك؟ 5 ترجع على اليمن، 5 ترجع على سلمى، 5 عمر سلمى. تمام، عمر سلمى. زين، 10 ترجع على اليمن، 10 ترجع على العشرة، ترجع على هذا الوقت وصول يعني هاي الافتتاح. زين، والدعش الافتتاح الحقيقي مال المدينة هاي من قبل الوزير. تمام، هسه هاي الدعش هاي سويناها 26، تبقى عندنا تبقى عندنا 7 و13 و17. خلينا نشوف، خلينا نشوف هنا 7، ها 7 7 days a week. هذا المطعم مال سيدار، مطعم الارز اللبناني، يفتتح 7 7، فترجع 7 على السبعة ايام، 7 ايام مفتوح. تمام، زين، بعد ايش عندنا؟ إذا أعزائي ال 7 راح تكون ال 7 ماليش، ال 7 راح تكون هذه 7 هاي 7 days a week، هاي مال السيدار، هاي ال 7 راح تكون هنا، يعني مفتوح المطعم 7 أيام في الأسبوع. 13 ماليش راح تكون 13 هذا 13 عمر جون سميث، عمر جون سميث هذا هنا. أوكي، هذا عمره 13. زين، عندك 17، شنو هي ال 17؟ خلينا نشوف. 17 هي هذه، 17 هاي يافا، يافا ستريت، شارع يافا، هذا 17 هنا، يعني رقم الشارع. زين، بعد شنو اللي عندنا؟ عندنا 11، عندنا 11، هذه 11، 11 هي هذه افتتاح المدينة، هذه 11 هاي هنا افتتاح المدينة. اوكي، زين، وعندنا هاي 1 بليون، هاي التكلفة، الكوست اوف ذا سيتي، هذه 1 بليون، هذه 1 بليون، هذه هنا. زين، شاهدنا بعد، عندنا 26، شنو هي 26؟ 26 عمر إسراء البياتي، هاي الأم، أم الطفلة سلمى، 26. زين،
3 ما ليش 3، 3 هي هاي 3 راح تكون هنا، هاي 3 المدة اللي يستغرقها بناء المدينة الرياضية 3 years. وعندنا 5 هو عمر، 5 هذه عمر البنية سلمى 5 هذه، اوكي زين. و 10 10 اخر شيء، العشرة هي العشرة هذه هي هذه المفروض، هذا المفروض اللي يفتتح لكن تأخر شوية الوزير، تمام زين. عندنا الليسن 3 بالكتاب بنشاط بس الثالث، عندنا هنا يقول لي read the article about sports minister visit، اقرأ المقالة حول زيارة وزير الرياضة الرياضات، complete reporter's notes، اكمل ملاحظات المراسل الصحفي. شلون هاي عندنا مثلا هاي ملاحظات، شلون النوت بوك شلون المفكرة عنده، ويعني يكتب minister arrived at، الوزير وصل بساعة بالعشرة صباحا، الوزير فتح المدينة الرياضية الساعة 11. Cost of the new sports city، تكلفة المدينة الرياضية الجديدة 1 بليون إيراكي دينار، مليار دينار، 1 مليار. زين. Answer these questions about Salma البياتي and John Smith، أكمل الأسئلة حول سلمى البياتي وجون سميث، استخدم short answers، أجوبة أجوبة قصيرة. What was Salma doing at the start of the story، ماذا سلمى كانت تفعل في بداية القصة؟ كانت تسوي playing with the ball، أيضا صحيحة كنت تكتبها هذه playing with the ball، تلعب بالكرة، walking across the park أو يعني تتمشى عبر المتنزه. What did the dog do first، ماذا فعل الكلب أولا؟ ران اب تو اسراء اند هير دوتر، ركض يعني ران اب ركض باتجاه شنو اسراء وابنتها. وات واز جون دوينج ات ذا ستارت اوف ذا ستوري، ماذا فعل جون في بدايه، ماذا كان جون فاعلا في بدايه القصه؟ بلاينج فوتبول، كان يلعب فوتبول. وات ديد جون دو، ماذا فعل جون؟ كيك ذا بول ات ذا دوغ، ضرب الكره باتجاه الكلب. زين، check the information in the advertisement، اكمل ال هذه اللي يقصد بها هذه هنا ال advertisement الاعلانات، اكملها تمام. write سي سيدارز، اكتب سي حول سيدار، هاي المطعم اللبناني مال الارز، و اتش اس حسن حسان وابنه، سي تي كلاسيك تيبلز، هاي المناضد كلاسيكية. زين، هنا لانش كوست 10,000 إيراكي دينارز، الغداء يكلف 10,000 دينار عراقي. سي هاي وين؟ بالمطعم، مطعم سيدار. It isn't open on Fridays، ليس مفتوحا في أيام الجمعة، هذا حسان وابنه. It closes at 8 PM on Tuesdays، مغلق في يعني يتم غلقه في الساعة 8 مساء في أيام الثلاثاء. شنو هذا؟ السي تي، السي تي اللي هو كلاسيك تيبلز. زين، it's not in the Al Mansour Mall، ليس موجودا في مول المنصور. سي سي اللي هو سيدار، سيدار هذا مطعم لبنان الأرز. تزن يافا ستريز، موجود بشارع يافا، يافا سي هذا سيدار. زين، it's not open every day، ليس مفتوحا كل يوم. وال H C اللي هو حسان وابنه، اوكي زين. نعبر الصفحة الأخرى، يقول choose the correct form of the words in brackets، past simple and past continuous for sentence، أكمل العفو، اختار الشكل الصحيح للكلمة بين الأقواس brackets، brackets هاي الأقواس، هذه اللي يقصد بها brackets، بالشنو بالماضي البسيط والماضي أو الماضي المستمر، for each sentence لكل جملة. The president of France، رئيس فرنسا، was reading، كان يقرأ، كان يقرأ his emails، شوف ناطين يريد سوى ناريد، كان يقرأ his emails، هنا مضارع، العفو ماضي مستمر، إذا الحدث مستمر يعني فترة طويلة.
مستمر به شوية مدة أطول، كان يقرأ القراءة طويلة، قرأ الإيميلات البريد الإلكتروني. When he got the invitation to visit Iraq، عندما هو تلقى got ناتج تلقى الدعوة لزيارة العراق. أوكي زين، قصيرة هاي، تلقي الدعوة. He accepted the invitation and looked forward to the visit. هو قبل الدعوة وتطلع للزيارة. طيب the president came، هم ماضي هذا بسيط. The president came، الكام صارت came، شاد. الرئيس جاء إلى العراق في يوم الثلاثاء. He arrived early in the morning، هو وصل مبكرا في الصباح. He went to the الشعب stadium، هو ذهب إلى ملعب الشعب. The prime minister gave the president، رئيس الوزراء، the prime minister، رئيس الوزراء، أعطى الرئيس يعني الغداء، يعني شلون عزمه على الغداء. After that، بعد ذلك، they were watching، كانوا هم يشاهدون شنو؟ A football match when the president got an important phone call. لاحظ هنا were watching، لاحظ المشاهدة طويلة، بما أنه طويلة طويلة وبالماضي، فمشاهدة مباراة كرة القدم، لاحظ هنا مدة طويلة. وغوت امبورتنت فون كول، لاحظ هنا الاتصال هاتفي قصير، بما انه المده قصيره اخلي ماضي بسيط، واذا كانت المده طويله اخلي ماضي مستمر. افتر ذا ماتش، بعد المباراه، هي ليفت، ليف صارت ليفت، هو غادر وذهب الى المطار. طيب هنا تشوز ذا كوركت فورم اوف ذا فيربس، اختار ال الشكل الصحيح للأفعال. شوف هنا what was سلمى طبعا doing before the dog ran at her. لاحظ هنا يريد يتعمق أعزائي، هنا الكومبلكس سنتنس، هنا الجملة المعقدة، هذه تعتبر جملة معقدة. was سلمى، سلمى doing، سلمى what was سلمى doing، ماذا كانت سلمى تفعل قبل. لاحظ هنا the dog، هنا الجملة، وين الجملة هنا ويا before، لاحظ هنا جملة ماضي بسيط، جملة ماضي بسيط. وهنا طبعا هنا ماضي مستمر. اوكي زين، she was playing the park، هي كانت تلعب اللعب، عملية اللعب طويلة. لاحظ نختار شوفها من دني، جون سو لو was seeing، لا سو ذا دوغ اند سلمى، جون رأى الكلب وسلمى. جون acted or was acting quickly، لا acted quickly بسرعة، تصرف جون، تصرف بسرعة. and save سلمى، وأنقذ سلمى. many people كثير من الناس were waiting، شوف الانتظار طويل، كان ينتظرون. when the minister arrived at 10 a.m. كثير من الناس كانوا ينتظرون عندما الوزير وصل في الساعة العاشرة صباحا. he spoke to the public، هو تكلم إلى الجمهور، جمهور public جماهير، before leaving قبل المغادرة at 2 p.m. أوكي زين، الساعة الثانية مساء.